دشن معرض المنتجات العمانية البحرينية في نسخته الثانية بحضور سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل، وسعادة السيدة فاطمة بن جعفر السرفي وزيرة السياحة، وعدد من المسؤولين في البلدين الشقيقين. يشارك في المعرض الذي تنظمه جمعية الصداقة العمانية البحرينية 38 عارضا من رواد الأعمال في البلدين والأسر المنتجة وأسر الضمان الاجتماعي، وذلك بعروض متنوعة تشتمل على المنتجات الغذائية والتراثية والعطور، إضافة إلى الأزياء والصناعات الحرفية. كما توفر الفعاليات فرصة لتعريف رواد الأعمال بالبرامج والمناهج التي تساعدهم على تطوير أعمالهم. تأتي النسخة هذا العام امتدادا للنجاح الذي حققه المعرض في نسخته الأولى، وبالإضافة لكونه منصة لعرض المنتجات، يعتبر هذا الحدث فرصة لرواد الأعمال في المملكة والسلطنة لعقد الشراكات ونقل التجارب وتبادل الخبرات. أود أولا أن أتقدم بالشكر لجمعية الصداقة العمانية البحرينية وكذلك سفير مملكة البحرين في مسقط وسفير مسقط في البحرين، الذين لعبوا دور حيوي وأساسي لتنمية علاقات الصداقة وتنمية علاقات التعاون المتجذرة بين سلطنة عمان ومملكة البحرين. ما يميز هذا المعرض اليوم هو مشاركة واسعة من قبل ريادة الأعمال. رواد الأعمال في كلا البلدين يلتقون اليوم لتقديم منتجاتهم وأعمالهم وابتكاراتهم. في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة في مجال التجارة والاستثمار وسياحة المعارض، طبعا في تطور، هذه علاقة تشهد تطور ونماء بفضل التوجيهات السامية من القيادة الحكيمة في كلا البلدين الشقيقين. وطبعا هذا المعرض يهدف إلى دعم رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة المتوسطة في كلا البلدين لتحسين إنتاجهم، وأيضا لخلق شراكات فيما بينهم. هناك علاقات كبيرة ما بين المنتجين البحرينيين والعمانيين، أيضا هناك لأول مرة يشارك فيها الضمان الاجتماعي العماني في هذا المعرض، وأيضا مؤسسات صغيرة ومتوسطة لها مشاركة فعالة دائما مع المعرض. يقام هذا المعرض سنويا في عمان وفي مملكة البحرين. يهدف المعرض بتشبيك رواد الأعمال العمانيين بشركات بحرينية أو خليجية عامة، وبإذن الله تنفتح لهم آفاق واسعة لفتح منافذ للبيع لهم بإذن الله في المملكة والبحرينيين في السلطنة بإذن الله. هذا المعرض هذه السنة ألقى على إقبال كبير جدا من العارضين، سواء من البحرين أو من سلطنة عمان، كلهم يودون المشاركة، بناء على سمعة المعارض السابقة والفعاليات السابقة في الجمعية، فأصروا عدد كبير بالمشاركة، وحتى كان عندنا عدد ما شاء الله في الويتنج ليست. متواجدة هنا في المعرض لتلبية احتياجات المجتمع، لأن تخصص الصناعة الصحية في الصحة المجتمعية المستدامة للمنتجات البديلة للمنتجات التجارية. هنا أنا شخصيا أقدر أفيدهم بنوعية بشراتهم المنتجات المصنعة لنوعية بشراتهم. شاركين في مملكة البحرين بالمنتجات العمانية، ونعرض كثير من المنتجات اليدوية الحرفية العمانية. طبعا هذه المشاركة الثانية، شاركت السنة اللي فاتت وهذه الثاني مرة أشارك. الإقبال، في إقبال الحمد لله كثير من البحرينيين ومن الزوار اللي زوروا المركز